هذا السائل يقول: جاء في قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. هل يجوز أن أقول أستغفر الله عند والد رسول الله؟ ما ورد هذا. استغفر الله وأنت في أي مكان. استغفر الله وأنت في أي مكان، في بر أو بحر أو جو، استغفر الله. ولا لازم تروح عند العلماء أو تأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعل المبتدعة. استغفر الله في أي مكان، والله جل وعلا غفور رحيم. نعم. وإنما قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته ما كان الصحابة يأتون إلى قبره ويستغفرون عنده ويتوبون عند القبر، ما كانوا يعملون هذا.